انا ببدا اتخيل الحاجه من خلال الصوت، سمع صوتها او اني لمستها بايديا او اتعرفت عليها، ده اللي بيخليني ارسم لها صوره ذهنيه عندي واقدر اتخيلها. يعني التصوير بالنسبه لي حاجه بحبها، بكون مبسوطه جدا ان انا قدرت احقق حاجه كنت فاكراها في يوم من الايام صعبه، وهو طبعا بالنسبه لي تحدي كبير. انا اسمي اسراء عماد، عندي 25 سنه. كان نفسي اتعلم تصوير من زمان وانا لسه بدرس في طالبه في المدرسه. فكره ان انا يكون عندي كاميرا او لا دي ما كانتش مهمه بالنسبه لي قد ما فكره انه في حد يعلم المكفوفين اصلا تصوير. لما سمعت عن الاستاذ خالد فريد 2020 اتبسطت جدا بالفكره انه في حد بيعلم حد تصوير هو كفيف يعني، فكان لازم اروح المبادره بتاعت قد التحدي، والحمد لله اتعلمت التصوير وعملت اللي انا عايزاه. مبادره قد التحدي الاساس بتاعها كان انه نثبت للعالم ونثبت للمكفوف قبل ما نثبت للعالم انه يقدر وعنده قدرات هو نفسه ممكن يكون مش مكتشفها في نفسه. بدانا نتعلم ازاي نمسك الكاميرا صح، بدانا نتعلم ازاي بنفتح الكاميرا، الزراير بتاعتها، الفوكس، العدسات، بدانا نتعلم الحاجات اللي تساعدنا ان احنا نصور فوتوغرافيا صح. بدانا ننتبه اكتر للصوت الشخص اللي قدامي عشان اعرف هو يعني هو مكانه فين وابدا اصوره صوره مظبوطه. التحدي الاكبر هنا بيكون في الفيديو، بتبقى بس محتاج حد يقول لك ان الشخص اللي انت بتصوره فوكس ولا بره الفوكس. يعني اسمي امل، بنت عاديه زي كل البنات، اتوفت امي وهي بتولدني، هو ده بابا. لما كنا بنتكلم يعني ان احنا نصور فيديو كده، قلنا ان الفيلم كله فكرته هتكون قايمه على اساس ان كل الكاست اللي فيه مكفوفين ما عدا الاخراج والمونتاج. فاستاذ خالد لما اقترح فكره الفيلم علينا انا وزمايلي في المبادره، انا قلت له اني مش عايزه امثل وكده، فهو قال لي خلاص هخليكي تصوري الفيلم. اسراء فيها ميزه مختلفه عن باقي الجروب اللي كنت بشتغل معاه، طموحه بشكل مع الاسف ملوش سقف، يعني كل مره عايزه تصور حاجه اعلى، كل مره عايزه تصور حاجه مختلفه. عجبني فيها الطموح ده، وعجبني اكتر ان هي بدات تفتح لي انا شخصيا حاجات انا ما كنتش متوقع ان انا هعملها. الفيلم كان اسمه امل، والحمد لله صورته وشاركنا بيه في مهرجانات كتير، شاركنا بيه هنا في مهرجان يوسف شاهين، وبره خدنا بيه مركز ثالث في مهرجان في ايطاليا، وشاركنا فيه برضو في مهرجانات تانية في انجلترا وفي اسبانيا والمغرب وفرنسا، شاركنا في كذا دوله. يعني بحلم ان انا اصور فيلم تاني جديد ويكون الفكره بتاعتنا توصل للناس. بحلم ان احنا نعيش في وسط مجتمع يكون فعلا يعني متحضر اكتر، عارف اكتر الكفيف انه يقدر يعيش حياته عادي بشكل طبيعي.